في تصريح خاص لمركز الأخبار قال صاحب السمو الملكية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن استمرار التعاون والتضامن بين دول مجلس التعاون أصبح اليوم ضرورة ملحة خاصة في ظل الظروف الراهنة. سموه أكد أن مواطنين دول مجلس التعاون يتطلعون بكل تفاؤل إلى النتائج التي سوف تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة في مملكة البحرين. المهم وخاصة في هذه الظروف والتحديات الكبيرة أمامنا أن القادة والحمد لله وهم واعون لذلك أن يكون تضامننا مستمر إن شاء الله وتعالفنا مستمر تكاتفنا مستمر ولن يكون بحول الله سبحانه وتعالى هناك أمر صعب عندما الناس يتكلون على الله سبحانه وتعالى ثم يتضامنون والتضامن والتآخي والتكاتف في هذا المستقبل الذي نحن مقبلين عليه أمر أساسي وضروري ونحن مواطنين دول الخليج بلا شك يعني نؤمن الكثير من القادة وإن شاء الله هم أهل لذلك ونتأمل الكثير ونتوقع الكثير وأنا إن شاء الله يعني أتوقع وإن شاء الله نؤكد جميعا أن البحرين مؤتمرها سيكون من أنجح المؤتمرات إن شاء الله.